هو بيتزا قال لي طيب ما تخلوش يروح بعيد ما تجريش يا حمد هو ما تقولش انا اللي عامل اكل هي ولا لا مش بتقول يا عم هلا يا حمد لا انا رحت عند هذا في الشارع ابيض في الخط يلا وقف والله هو هنا وقف وعم يختم ما تفهمش لا تنسى تضربهاش يا حمدي